أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. حلقتنا اليوم نتكلم فيها عن كيليان امبابي والمعركة الخفية اللي بتصير من أجله، الموهبة العظيمة اللي احنا محرومين منها إلا لما يلعب في دوري الأبطال، لأنه من الصعب نحضر الدوري الفرنسي بشكل مستمر والاستمتاع فيه. الآن الأخبار عم تزداد إنه امبابي حيرحل في صيف 21، وإنه اللاعب مصر على الرحيل، بيعتقد إنه مسيرته محتاجة خطوة أكبر في دوري أكبر وأشهر عشان تكتمل. وفي كلام من صحف ومصادر موثوقة ومحترمة في فرنسا بتقول ليفربول على تواصل مستمر مع كيليان امبابي. هذا الخبر مهم جدا، لأنه فعليا من قبل سنة وعم بيتكرر، وكأنه ليفربول بيعتقد إنه امبابي مش الصفقة اللي بيحتاجها بس عشان يتطور فنيا، بل يتطور تسويقيا وترويجيا ويعلن عن انتقاله لمكان آخر. في ناحية أخرى، الجميع بيعرف إنه ريال مدريد مهتم بإمبابي من أيام موناكو، وهم بيعتقدوا إنه هذا السوبر ستار المطلوب الحقيقي لخلافة رونالدو، لدرجة إنه صعب تلقى اسم ريال مدريد بيرتبط بأي جناح أيمن آخر، لأنه التفكير كله الآن من أجل كيليان، اللي هناك اعتقاد بأن يكون النجم المرتبط بإنهاء العمل على الملعب الجديد عنده. اللي هناك اعتقاد انه يكون النجم اللي مرتبط قدومه بانتهاء العمل في الملعب الجديد عندهم وعودة الجماهير بعد جائحة كورونا ان شاء الله. لكن هناك فريق اخر يجب عدم استبعاده، برشلونة، اللي ممكن يكون عم يبحث عن تعويض ميسي معنويا قبل رياضيا، لانه امبابي هو اللاعب اللي يبدو نظريا مقنع للجميع انه الصفقة اللي بترفع جودة اي فريق. فليس هناك لاعب كرة قدم هناك إجماع الغالبية عليه إنه هو خليفة ميسي ورونالدو في قمة اللعبة أكثر من إمبابي. المعركة صراحة حاليا على إمبابي مش مجرد معركة أندية مع بعض أو معركة فنية ورياضية، فحتى مان يونايتد ممكن يدخل وكل هذا الكلام. فالمعركة هي الآن معركة بطولات، يعني الليغا اللي بتحاول ترجع شيء من وهجها اللي خسرته بعد رونالدو وأزمة برشلونة، بتحاول ترجع العهد اللي معروفة فيه من أيام الجالاكتيكوس لليوم، دائما عندها أشهر نجوم العالم. البريمير ليج اللي بده يحسم المعركة ويستغل تراجع إسبانيا حاليا. إمبابي مش جودة خارقة فقط، هو لاعب هداف محبوب قابل جدا للتسويق والترويج، هو الوجه اللي حيفرق كتير في المعركة التسويقية للنادي والبطولة مع بعض. مشان هيك الجميع حيروح من أجله ومن أجل الفوز فيه ومن أجل عقوده التجارية ومن أجل بطولته في كرة القدم ومن أجل جودته وأهدافه. المعركة أكبر بكثير من مجرد نجم هجومي فقط. بالنسبة لكم، وين تتوقعوا تشوفوا كيليان امبابي في الموسم المقبل؟